ومما فضل الله تعالى به يوم الجمعة أن جعل الله تعالى فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى ويسأله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة ساعة، يعني إن في يوم الجمعة ساعة، وهذه الساعة هل هي مثل ساعاتنا اليوم 60 دقيقة أم أنها أكثر أم أنها أقل؟ الراجح من كلام الشراح أنها قريبة مما يقدره الناس اليوم. قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وهذه الساعة بالنسبة إلى المؤمنين هي كليلة القدر في رمضان. فكما أن الناس يجتهدون في الدعاء في ليلة القدر في شهر رمضان قربة إلى الله تعالى ورجاء أن يستجيب الله دعاءهم، وأن ليلة القدر هي مظنة إجابة الدعاء وهي أيضا خير من غيرها من الليالي، كذلك هذه الساعة في يوم الجمعة، هذه الساعة هي كليلة القدر، كما أن ليلة القدر هي ليلة واحدة طوال ليالي رمضان، كذلك في يوم الجمعة هذه ساعة من بين هذه الساعات الطويلة. لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، يسأل الله أن يشفي مرضه، أن يقضي دينه، أن يكفيه شر فلان، أن يصلح أولاده، أن يزيد من رزقه، أن ينصره في كذا، أو يسأل الله من خير الآخرة من مغفرة ورحمة وفردوس ودرجات عالية إلا أعطاه الله إياه.